اهلا وسهلا وحياكم الله ويانا في حلقه جديده من برنامج بالحفظ والصون. مبارك عليكم الشهر، راح اظل اقولها كل يوم برمضان، هالشهر هذا اللي نحبه ودائما مكانته بقلبنا غير، خصوصا صلة الرحم فيه واليمعات والدواوين والزوارات واماكن الناس اللي نحبها بقلوبنا تظل محفوظه ومحفوره بالحفظ والصون. في هذا البرنامج دائما وابدا اكون سعيد بكل فريق يشارك معاي، لان كل مره نروح مكان ما بين جامعات وثانويات ومشاهير وتيك توكرز وفنانين، وصولا للدواوين. وصولا للدواوين، اليوم دوانيه واحده هما ولكنهم فريقين ضد بعض. شفتوا شلون؟ حلقه جديده بلشناها من برنامج بالحفظ والصون. مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. خلوني بالبداية أرحب بالفريق اللي على إيدي اليمين، محمد درويش، محمد الشطي وعمار خاجة، حياكم. فصل حمود، مساكم الله بالخير شباب. مساك الله بالنور. أو صبحكم الله بالخير، دامنا عدت لتنا. صبحك الله بالنور. صبحكم الله بالخير، بارك عليكم الشهر. علينا وعليك. منو فيكم طباخ؟ تم. أبو صقر الطباخ عندك كل أنواع الطباخ؟ الخفيف على الخفيف. لا لا على الخفيف، على الخفيف، والآخر شيء مسوي مكبوس محترم و... يهمك يكون صحي؟ لا ما يهمك؟ لا درويش خلني بعيد عن الصحة. إذا ما يهمك إيه؟ بس تعالي عند أبو صقر. عند أبو صقر جاهزين؟ تبشر بالجنة يا بعدي. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. سووا روحكم ما تعرفون الفريق الثاني. هناك ترى ولا ميزة عندهم، احنا عندنا ميزة الطبخ، هناك ولا ميزة صدقني. اسمع انت مبلشها مولعة، انت مبلشها جري. خلاص خلونا نتعرف على الفريق اللي على ايدي اليسار، عبد الرحمن الجزاف، سلمان الشطي ومحمد الشعيب. عرفنا يقول هلا هلا. انا شايف يا الجزاف ان الدرويش مبلشها بهوشه. واضح. ايه جايك يعني جايك اللعب. ناطري يتحمل بعد اللعب. بشوف الصحي وين يفيدك. بالعاده اذا لعبته اذا لعبته اي لعبه ورق بالديوانيه، منو الفريق الغالب منو المغلوب؟ قولوا لي الصج. شوف ورق انا انسحب، بس الالعاب الثانيه اقدر اجاوب. مشكله فريقي ضعيف. لا لا هني ما في ورق. هني الورق ما في. لا بين فايز وخاسر. اوكي شنو؟ سبيتا، بلوت، كود. لا بقريب عند الكود. نفس الكود. اوكي لا بقريب عند الكود. اوكي شلونك ابو عبد الله؟ تمام عبد الله. سليمان سلمان. جاهزين؟ جاهزين. 1500 دينار لكل فريق مقدمه في هذه الحلقه من اطياب قماشه. خلونا نقول لكم بأن كلكم شباب داخلين السحب على سيارة جي اي سي امباو الرياضية، فبكل الأحوال ما في أحد خسران عندي. أوكي؟ مو بس 1500. لا محمد درويش خلوه على صوب، ماكو سيارة. ليش؟ أنت 1500 ولا الحين قاعد أفكر إذا بعطيك إياها ولا لا؟ ما حد قال لك إني ربحت سيارة من قبل. تحرمني ليش؟ تقدر تشيل يصيرون أربعة وإحنا اثنين. صدق والله؟ إي تقدر. عادي؟ توهقنا ترى بالسادس ولا؟ صدق أنا آخر واحد ضافوني في الجروب على فكرة يعني. لا 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 تكملة عدد. لا لا محل النفس ترى درويش. تكملة عدد داس. لا هو الوجه الإعلامي. هو الوجه الإعلامي. وصدقني انه هو اللي بيشيل الفريق ان شاء الله، وراح تشوف يبيضها يبيضها والله. زين انا عندي سمعه معروفه بكل لعبه العبها. ايه يقدر يجاوب عبد الرحمن. شنو معروف عني باللعب؟ حلو دبسني على الهواء. ها دبسني على الهواء. ملول غشاش وغشاش. ايه ان شاء الله اقدر. قصدك انا من الاول مو فريقنا. انا معروف باي مسابقه. اسمع اول شيء اعرفك على سعود، اعرفك على المراقبه. انا هذا اللي كنت بعرفه. إيه؟ شنو دورهم الحين؟ انا اقول لك اعرفك على فواز. اي فواز محاسبكم. اي هو راح يحسب كل دينار، كل مخالفه، كل سؤال غلط، اي شيء ينقص منكم فواز بحسبه. بس لازم يكون من نزاهة. هو أول شيء عندنا غشاش والدعوة فلوس وصقر. نزاهة عندي بس خلاص. لا تحل إذا أنت شاك فيني من أولها. لا لا حبيبي دوانية الخميس ماني هاي. شيلني طلعني من الجروب طلعني. أنا غادر المجموعة يا حبيبي أنت. أما الشباب هني ضحى هي محاسبتكم وراح تقوم بالواجب، لا تحاتون يعني.
في كاميرات قاعدة تراقب كل شيء، في فريق كامل قاعد قدامه شاشات أكثر من ملوت خالتي قماشة. فلو بتقول لي بتغش وتلفونات مسحوبة راح يجي لي الفار يقول لي ارجع ترى صار 1 2 3 4. تلفوناتهم عندهم ولا سحبتوهم؟ لا سحبناهم. أحس إن عندي إمكانيات أكثر من شيء بس أحاول أستخدمها. خلينا نشوف شو اسم فريقكم شباب؟ عشرج. عشرج. عشرج؟ إيه عشرج عشرج. عشرج. عبالي عيش وملح. لا لا عشرج. إن شاء الله بيصير. وايد يعاني متحمس حق عشاء الخميس. إيه. وايد. حبيبي رمضان وصيام وهانا أنا ما أفكر إلا بالأكل طول اليوم. ترسى حمص. قاعد أعرف نقطة ضعفي. قاعد أعرف نقطة ضعفي دير بالك. شباب شنو اسم فريقكم؟ دام هم عشرج احنا عفور. عشان دافل عشان يسويها. عشان نعرف منو الفريق اللي راح يبلش، فواز راح يجيب حق فريق عشرج صندوق. الصندوق هذا فيه مفتاحين، مفتاح يفتح الباب ومفتاح ما يفتح الباب. اذا صدتوا المفتاح اللي يفتح الباب فالبداية بكل الجولات عندكم، وهذا من شأنه ترتيب الأسئلة. اوكي الأسئلة تروح عشان ما حد يقول لي سؤال فلان اسهل من سؤالي، ما تمشي هالسالفه. اذا ما فتح الباب فالبدايه راح تكون من عفور. ايوه يبي خمسينات وايد. 50 ثانية يستاهل. انا بثبت عليها لاخر. ايوه لان الحين انا اللي فرشت شلون اخذ انا 25 50 انت تاخذ 50 وتعطينا اياه. ام بلا ام صح ام صح. فواز عندك اختاروا المفتاح عدل، انا مالي شغل. ها تحس انا اتفائل فيك يا مجاسم. انت حط يلا تحيه تصيدون المفتاح. يمين يمين يمين. لا المفتاح عادي خلينا ناخذ بالعاده. شوف شوف حمود مو محظوظ، درويش مو محظوظ. مو محظوظ يلا خلينا نشوف. انزين نعطيه فرصه كذي مقلوب. لا هو يعني تكسر تكسر المفتاح تكسر. يلا يمكن ما تدري الخير صح الخيره في مخك. يلا نشوف نعطيهم مهله. عيب فريقنا مؤمن. ليش؟ اقصد محاسب. اي من المحاسب قال خير في مختار الله. اي زل وزعل زل وزعل. تخيل. حلو. جاهزين؟ جاهزين. نبلش؟ جنة؟ عندكم؟ يلا. عند عافور الجزاف اول شيء. لا تفرش. اوكي، عيل الجولة الأولى هذه قوانينها. الجولة الأولى تتكون من 9 أسئلة حق الفريق، وكل واحد بالفريق راح يجاوب على 3 أسئلة. وكل سؤال بسعره. السؤال الأول ب10 دنانير، الثاني 20 دينار، الثالث 30 دينار، واللي جاوب غلط رح ينخصم من فريقه سعر السؤال، وإذا جاوب صح ما رح ينخصم منه شيء، وفلوسه بتكون بالحفظ والصوم. تبي عصير تايم؟ لا بعدين. راح أعبي منه صدقني. أنت متوتر كنا. لا لا وين لا لا مو قول عفوا عشان يضيع التوتر. معود حاط مكياج توتر. فلا بس مكياج تلفزيوني يا اخوي مكياج تلفزيوني. ضائع ضائع. يلا يلا. سؤالك الاول يقول ماذا تعني كلمة مبسوط؟ تايم. سعيد. لا يا ديتش يمكن مبسوط مفروش سيدة ذي. مبسوط مبسوط. يقول لا يقول لا يا ديك. واضح انا قاعد اسطر. انت مشكلتك قلت ابي شخصيه الدوالي. هو كويتي ولا عربي السالفه؟ لغه عربيه ولا لهجه؟ لهجه. مبسوط الرئيس. سعيد 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 سعيد. العربي اوكي سعيد صح صح. بس والله انت كان عندك وجهه نظر. لا صح. 10 دنانير عندكم بالحفظ والصون. درويش سعد سؤالك يقول ما هو معنى كلمة لبد؟ تايم. انخش. انخش والإجابة صحيحة. 10 دنانير. ما تسوى. ترى حتى خسرنا عادي ما يسوى صدق يعني. على لبد. على 10. وينها؟ عندي. وين عطيها؟ وين؟ بس أول شيء قول صح ولا غلط. صح. صح. بس عين خلاص حقي 10. شايب؟ جاهز؟ جاهز. سؤالك يقول ما هو الإيموجي الذي يظهر في محادثة سناب شات عند حدوث ما يعرف بالستريك؟ تايم. نار ناري نارين ناري من جماله. احترق زين. لا لا ما احترق ما احترق بس شوية بوترك كنت.
طلع ما فيك صبر يا شعيب. انا مو ما فيني صبر، انا مو ربع سناب شات يعني، فالشباب شوي. منو عنده هني ستريك مولع؟ ها؟ منو الستريك عنده مولع شباب؟ ستريك على أقصدنا؟ أقصدك أقصدك إيه؟ أقصده مبين إنه هو الوحيد اللي يدش نار 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 ليتها قص عليهم ترى. السؤال عندك جاهز؟ جاهز عمار، أنا يعني متفائل فيك. أنا لا يطالعني لا يطالعني. منو أبو عبد الله؟ لا يطالعني إيه؟ سليمان يا سليمان يا عمار سؤالك يقول من هي الفنانة التي قامت بغناء أغنية 2000 باب تايم؟ الله الله يا هالأغنية. عادي نسألك إذا هي شو اسمه؟ كان ما همك تحاول. إنزين غن هالأغنية هذه. تنقذ اللي بيني وبينك تجرف. ما راح أغنيها والله قاعد أغني عبد المجيد. يا غني كل منك كل منك شكلها طارت العشرة يا شباب. طارت طارت هي طارت ما تدرون منه؟ هذه البداية بس. زين كنت تقدر تشتري اختيارات على عشرة. لا ما تشتري اختيارات بلا ما تسوى. خشن خشن ما تسوى ما تسوى. هي الفنانة العزيزة الغالية أميمة طالب. حتى لو بخيارات كنت أمرأة السؤال شو هذا بخمسين مو بعشرة. طبعاً أبو عبد الله سمى الله عدوك مالك شغل بأن أخوك الفريق الثاني لا رأفة لا تراجع لا استسلام. أنا أتجرب بس ما خاف من أحد فيهم. الله 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 الله. كنت تعرف الجواب من توا تعرفه؟ شاك تكفى من نفس صدق شاك؟ أيوة. والله برافو عليك والله برافو عليك. عين راح تعرف إجابة هالسؤال. السؤال يقول من هو الفنان الذي شارك الفنانة نوال الكويتية في أغنية أحاول تايم؟ فضل شاكر. لا تكفى فكر. لا لا شنو سؤالي وايد اصعب والله يعني هاي هاي مشكله المفتاح. شي خليتني اتحسف على المفتاح. شفتوا قلت لكم يا يا شفت شلون ما سوينا شيء وصلنا بروحنا. اي والله طبقنا ذا. هذا يعني جهدكم واجتهادكم ونوال الكويتية وفضل شاكر. الاجابه صح. بصقر صقر هلا 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 المبلغ ورا. لا لا ما يتغير المبلغ الا بعد كل جوله. اي خصم ما راح تشوفه الحين. هاي لا خليك تشوف ايش كثر قاعد. انا مو مثل مسجات البنوك. لا لا انتوا تخيلوا معي انتوا تخيلوا معي لو مسجات البنوك توصل باخر اليوم مو بعد كل عمليه كل يوم جلطه راح يصير. ما تنام تخيل اخر اليوم ولا خصم 1200 دينار تكتشف انه لا حالاتي تجي طقاتي خفيفه. اي يعني اي بس تيك مره واحده. فاحنا مسوينها كذي المسج مال الميزانيه راح يجيكم بعد كل جوله مو بعد كل عمليه. اوكي الحمد لله اني ما اشتغل ببنك. الحمد لله ان سؤالك يقول سهل يا رب. ما هو عدد ترتيب الحرف حاء في الحروف الهجائيه تايم؟ سته. الف باء تاء ثاء جيم حاء حاء بعدين خاء خاء بعدين تاء. ترى المدرسين هناك الف باء تاء ثاء جيم مدرسين ويقول يحاول يصعبها. تخيل ليش 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 غلط؟ مو غلط يبا تايم خلص تايم خلص. الله عليك يا ابو صقر الله عليك يا ابو صقر الله عليك يا ابو صقر. والاجابه صح. برافو. منو مدرس هنا؟ انتوا الاثنين ترى مو مدرس عادي. اي موجه موجه قال عفور حاسوب حاسوب بصقر تبي بصقر الموضوع حاسوب نفس عفو نفس الوزن ترى. محمد شايب انا رئيس قسم الى موجه قريبا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اي ماده حاسوب حاسوب. ها شباب ما تعرفون. اي وبس باجي الشباب ما لكم علاقه بالتدريس ابدا. زعلانين على البصمه شباب؟ لا لا مؤيدين موضوع البصمة. ترى قناة خاصة قولوا. صح صح انت صح انت صح. زين دام ان كذي الموضوع نرفع قيمة الأسئلة الى 20 دينار. تمام جاهز؟ يلا. سؤالك يقول في اي منطقة يوجد المركز العلمي في الكويت تايم؟ سالمية. سالمية والإجابة صح. درويش سؤالك يقول نبي درس الليفل. في أي منطقة يوجد مجمع الكوت تايم؟
اهدى اهدى انا كنت ابي اعيدها وين؟ الفحاحيل لا فحاحا ما عندنا منطقة كذي بالكويت حاحيل نقصه نقصه لحظة حاحيل ها؟ حاحيل لأن أتخيل كلمة ولا فحاحيل فحاحيل شوف رايح عمره يعني احنا لما أدق عليك وأنت طالع على خطف حاحيل ايش بتقول؟ بدون ألف لام حاحيل ايه احنا مو احنا جايين عاملها ايه بدون ألف لام ماكو ماكو أنت شفت المطاعم يقول لك على 30 أنا أبيها صح تبيها صح؟ طريق 30 طريق 30 قبل كانت فحاحيل 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 علي بتقزرها ليه وبتعطيني 20 محشومة ما عليك الإجابة صح سؤالنا سهل السؤال يقول على ماذا تدل كلمة غميضة باللهجة الكويتية؟ تسمع ما في بيت كويتي ما سمعنا فيه غميضة الندم والحسرة تدواوي الندم والحسرة متى آخر مرة سامع غميضة؟ تقدر تسويها مع إشارة إيد بعد. إذا ما عرفت أشرها. الإجابة صح. عمار. يعد عارف سؤال يعني. يلا. يا خنشوف الحين نشوف. فيزياء. ماذا يحتوي البرج الأوسط لأبراج الكويت؟ تايم. شلون عارف الأوسط؟ جهة البحر ولا؟ الأوسط أوسط من أي الجهة؟ خزان ماي. خزان ماي والإجابة صح مو بطل أربعة جاهز؟ سؤالك يقول ما هو اتجاه كلمة نورث؟ تايم شمال شمال يعني بسألك سؤال إذا وترتك شوية وهاش حتى الشاشة قررت أن هي خافت من الواير خافت من الواير راح نطق ايوه اذا تخيل والله سمعتها سابقتها الواير بشكل لا الاجابه صح شفت شلون اشر انت قال لك النور موجه ما هم موجه بس الموضوع فيه واير صدقني ابو صقر سلم حبيبي جاهز؟ جاهز سؤالك يقول ماذا يعني حرف ان اثناء القياده؟ تايم موسوعه الدوار نيوترال نيوترال بوش طب من كذي شنو في بعد؟ أعطاك بالثلاث خبرة بالسيائر كنا أبو صقر عشوائي دواوير قصدك؟ من يوم الأيام هذا وتره خلاه يدش دوار ترى لا والله منو هذا؟ دوار كان لاف عليه دوار غلطانة أي دوار بس وين مكانه؟ قصور يم الدوارية يم الدوارية كنت مودي هذا والله كنت معاه والله أحلف ممكن أعرف إيش صار؟ طيب من البداية من أولها ولا من النص؟ أول شيء من إن الإجابة صح عشان تطمن حلو الحين شو السالفة؟ كنت قاعد في بالمحمية وطحت من 5 أمتار يمكن يوديني المستشفى جاي يسولف معي كم متر 5 أمتار وللحين واقف معنا لا إله إلا الله كلم الواير بركات الواير راسي ورا وقاعد يسولف معي يقول أنا مثبت ما شاف الدوار وصعدنا الحمد لله وخبرك كان جديد وللحين الرمل حوله ايه ما في ليتات ايه ما اقدر ان ولدي واليمي يساسرني الله يذكرك بالخير يا ابو تمام اوه والله خلصنا ايه لا لا باقي لا لا عندك خلص رايحين نرفع الحين قيمه الاسئله الى 30 دينار 30 الحين خسرين 10 مو خسرين 10 جاهزين؟ يلا الجزاف سؤالك يقول يتنفس الدلفين عن طريق ماذا؟ تايم رئتين يعني يتنفس عن بواسطة أنفه إذا عنده رئتين تبي الجهاز اللي يسحب هواء ولا فكر شوي أبي الإجابة فكر إذا رئتين يعني الدلفين يتنفس عن طريق خشمه رئتين والإجابة صح درويش سؤالك يقول ما هي الدولة الشامية التي تحد المملكة العربية السعودية من الشمال تايم وتروهم دولة واحدة ولا أكثر واحدة بس لا حمود جواد يعرف السودان سوريا هي دولة شامية أنا قاعد أخربطهم وأنت تقول لي سوريا والإجابة صحيحة خطأ
خصم 30 دينار على الاجابه غلط. المملكه الاردنيه الهاشميه. يا ابو صقر يا ابو صقر. ابو صقر كان على حق بس انت وصلت. لا انا قلت الاردن. انت اللي الاردن وسوريا. قال سوريا. سؤال ابو صقر ما كان على حق ابدا. بس شعيب حمص ترى. الحين السؤال عندك يا شعيب. السؤال يقول ما هي جنسية الفنانة زهرة عرفات؟ تايم. شوف بحرينية. بحرينية والإجابة صح. عمار حرة وعطني سؤال حلو. شوف السؤال ايش كثر سهل. من هو بطل الفيلم الشهير تايتانيك؟ تايم. لا شباب شنو احط اسهل من كذي؟ ما في اسهل من كذي. ليوناردو دي كابريو. لو حطيت لك صورته راح تعرفه؟ اي اكيد. اي والله اي عيل صح. خلي يقول هذا اللي شافه شوف صح 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 كم في هذا كم في هذا عاد برافو شلون عارف 15 ضحكناك حتى يا جماعه يا جماعه يا ابو صقر والجزاف المفروض احطهم فريق واحد واشوف انتوا الباقي ايش بتسوي لا عشان كذي عزلناهم لان عشان يصير في بالانس عشان يصير في بالانس صح جاهز ابو عبد الله سؤالك يقول في اي دوله تقع بحيره كومو تايم أي؟ لا طلعوني لا طلعوني صارت هبة بسنة من السنين الشباب كل اللي تزوجها وراحوا هانيمون كومو ها عمار لفيت وياه عشان لا تقول مشاركة يا تهبة صدق صارت ترند كل العموم طاير كومو كان ليك كومو ليك كومو يا ليك ماكو كومو لا 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 وعوة لوني شخص ثلاثك انت صدق والله اي صح صح عرفت يلا جاوب اسبانيا يقولوا لي اسبانيا قول اسبانيا يقولوا لي تمام وين ايطاليا إيطاليا واضح ضعاف بأوروبا إيه واضح خصم 30 دينار قلنا لك من الأول تعال فريقي يس شكلك ما بصقر آخر سؤال عندك يقول ما هي أصغر دولة في العالم تايم آخر ثلاث ثواني البحرين هذا الصوت مو حلو غيره لون احمر وصوت كذي مو تمام على فكره ليتك سامع كلام درويش درويش فاتيكان صح 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 ما اعتقد ثاني مره البحرين اصغر دوله بالخليج دوله البحرين يمكن بالوطن العربي يمكن بعد بالوطن العرب بس بالعالم الفاتيكان تو خصم ترى فيها الفاتيكان كدوله يعني اي 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 تو المصيبه فاتيكان بنص ايطاليا اي هو ورايع كومو تو مجاوب ايطاليا عمار انا ما ادري انه دوله صح مو دوله انا ادري انها زين احنا انا شوف هذه من الاشياء اللي احبها في برنامج بالحفظ والصون انه فعليا احنا قاعد نتعلم معلومات جديده حتى حق اللي قاعد يتابعونا بالتلفزيون يمكن تكون في عندك معلومه مغلوطه انت تعدلها او تكتسب معلومه جديده ولكن هم في نفس الوقت حالات الفريق يثق في واحد من افراد فريقه أنا شايف إنه هو وثق فيك يا أبو صقر بس أنت ما وثقت فيه. ثاني مرة الأردن وفاتيكان. اسمع أنا أسهل واحد يولعها بس. لا لا بس أنت تبعه تبعه. زين جاهزين؟ خلينا نشوف فريق عشرج إيش كثر بقى بحسابهم من 1500؟ 1430. سألك هم فريق عافور إيش كثر بقى بحسابهم؟ 1470. 1470. بسيطة بسيطة بسيطة, بسيطة 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 نعوضها نعوضها اي لان الجولة الجاية بتنزلون حق بعض راس براس بشكل يا شباب قدها يصير في انهيارات بالميزانية واضحة وصريحة نعوضها نعوضها جاهزين متعودين على الانهيارات احس يا ابو عبد الله هذه دفنة 12 سلندر صح فعلا صح صح فاصل وننتقل الى الجولة الثانية في بالحفظ والصون الجولة الثانية مكونة من 10 أسئلة حق الفريقين سعر أول 5 أسئلة 50 دينار وثاني 5 أسئلة 100 دينار باختصار اللي عرف إجابة السؤال يضغط على الزر بسرعة في حال جواب صح ينخصم الفريق الثاني سعر السؤال أما إذا جواب غلط بيجني على فريقه وينخصم منهم سعر السؤال
شباب احد وده يطق الثاني بلوك؟ للحله للحله ما انا بنخسر بعض. اوكي ما نبي نشوف ما تبي تخسر 50 راح ما نبي نطق الخميس. راح اسالكم نفس هالسؤال هذا بعد شوي يمكن تغيرون رايكم. اوكي خلونا نتفق اتفاقات في هذه الجوله. سؤال واحد للفريقين، انا اطرح السؤال اللي يبيه ياخذه. شلون ياخذه؟ يضغط على الباز، اللي يضغط على الباز اسرع. خذ السؤال جاوبه غلط راح اخصم قيمه السؤال من ميزانيته، خذ السؤال جاوبه صح راح اخصم قيمه السؤال من ميزانيه الفريق الثاني. حلوين؟ حلوين. فير؟ فير. فير انف. تمام؟ عيل بسم الله الرحمن الرحيم نبلش مع السؤال الأول بقيمة 50 دينار، اللي يقول ما هو اسم أكبر مسرح في مركز جابر الثقافي؟ تايم. إيه نسيت أقول لكم إذا خلصت 30 ثانية وما حد فيكم خذ السؤال الخصم على الفريقين. يلا كملوا. ما اعرف انا ولا مره. شباب ايش دعوه ما حد راح مركز جابر بدرويش؟ على الاقل انا شايفك هناك 10 مرات. اي بس ما ولا عمري ركز اسم شو اسمه شو اسمه يكتبونه تحت بالبوستر. اسم القاعه؟ اسم القاعه اي اسم المسرح. خلص التايم، ما حد فيكم تجرأ ياخذ السؤال، ما حد فيكم تجرأ يجرب انه يشتري اختيارات، ما سويت ولا شيء. السؤال دش من هالباب وطلع من هذاك الباب بس، وهو داش خصم 50 دينار من هني و50 دينار من هني واتكل على الله. 50 انا عبالي عبالي شيء بسيط، عبالي ما تمشي ما تمشي. بعدين نبغى نقسم، كان جربنا كان جربنا. الاجابه هي المسرح الوطني. بسيطه هذه يا زهلة. السؤال رقم 2 بقيمة 50 دينار يا أبو عبد الله. 50 دينار يقول أكمل البيت التالي للشاعر مساعد الرشيدي، أنا ليه التفت للناس وعيونك. تايم. عاد يعني هذا يعتبر من أشهر بيوت الشعر، يعني بتويتر انكتب ستوريات يصورونه ويحقونه. شمع حمدان غنته بغنية توا. انتو خذيتوا السؤال او ضغطتوا بس؟ طقينا من الاول، طقوا قبلكم. صدق؟ اي والله. تفضلوا شباب. نبي اختيارات، نشتري اختيارات. 30 دينار يشترون اختيارات؟ شخصية ماكو. انا ليه التفت للناس وعيونك تشوفني؟ أنا ليه التفت للناس وعيونك تناديني؟ أنا ليه التفت للناس وعيونك جماهيري؟ أي واحد جاوب؟ أي عادي. تناديني. تناديني. تناديني وجي ملهور وأقول أمر حبيبي سم وكريمة تناديني. تخيل ليش ما خليتني أكمل أغنيتي؟ ما تعرف تناديني وجي ملهوف؟ ما فيها جماهيري. أدري والله. لا هذه فيها. هذه فيها. انا ليه التفت للناس وعيونك جماهيري. كذي خصمكم صار 80 دينار شباب. صحيح. 30 دينار شريته وفيها اختيارات، 50 دينار جاوبته وغلط. السؤال الثالث بقيمه 50 دينار يقول في اي عام انطلق موسم الرياض بموسمه الاول؟ تايم. تفضلوا. 21 2021 والإجابة والله ويلنا هاي ثاني مرة والله غلط. 22 2019 قبل الكورونا بسنة كان انطلاق موسم الرياض الأول. قلت لك قبل الكورونا شوي بعد كورونا. السؤال رقم 4 بقيمة 50 دينار يقول ما هي أكثر دولة إنتاجاً للتمور في العالم؟ تايم. طقه اضغطه وقبلك تصوير أمس. ليش ما يطلع صوت؟ تصوير أمس بعدين خل قطاتك بعدين. المملكة العربية السعودية؟ متأكد؟ إن شاء الله.
90%. ما تبي اختيارات؟ كافي اللي راح. كافي اللي راح. زيد على اللي راح بعد 50 دينار. لا. لا. زيد زيد زيد. جمهورية مصر العربية. يس. معقولة؟ اي والله انا نفسك اول ما عرفت المعلومه كانت مفاجاه. انا بين العراق والسعوديه. انا توقعت بين العراق والسعوديه. لا هي جمهوريه مصر العربيه اكثر دوله انتاجا للتمور في العالم. ما شاء الله. معلش. السؤال رقم 5 يقول اذكر اسم البطلين الرئيسيين في فيلم كيرا والجن. تايم. أنا ليه التفت للناس وعيوني خلاص ترى شو اسمه؟ إي إي تفضلوا. نبي خيارات يا أوكي 30 دينار اختيارات. هل الإجابة إيه؟ أحمد عز وأحمد السقة، كريم عبد العزيز وأحمد عز، أحمد السقة وكريم عبد العزيز. ها شباب عطى 80 عطى كنا فيها 80 انا حاسس ان فيها 80 رقم 2 رقم 2 كريم عبد العزيز واحمد عز بعد اذا غلط ترى ما راح نخسر بعض كلنا متفقين والاجابه صح خصم 50 دينار حلوين يا شباب حلوين يا شباب حلوين 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 بعد تو نختم لا لا تدري ليش الحين احلى انا ما شفت التحليل اللي صار تبون احلى ايه الحين اللي جاوب صح يخصم 100 دينار اوف حلوين بسيطه 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 ها عمار بسيطه عندي الموضوع طلع صوته ها ما عليك ايه صح صح الحين عمار انا ناطر اشوف النتيجه خلينا نشوف السؤال رقم 6 بقيمه 100 دينار يقول ما هو عدد الأسنان اللبنية للأطفال؟ تايم أبو عبد الله خصم 100 أي نعم أي نعم من زمان طالع شباب فريق عشرج خذوا السؤال خذوا السؤال عليهم بالعافية يحاولون علينا لا 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 كيف ما نقدر ناخذ خيارات؟ طبعا اي ناخذ خيارات 30 دينار يشترون اختيارات 10 15 20 وانا 16 قلت اسمع 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 20 اكيد انه ما يصير عدد صغمور لا لا مخرتيت بصقر اسمعك يا بصقر اسمعك ما قلت لي تحليلك منطقي على فكره 10 لحظه توقف تحت اي بس شباب انا مو دكتور اسنان انا ابي اجابه اخوه دكتور اسنان ما له شغل ما له شغل ما في شيء انت لا 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 اخوكم ونعم فيك ها 10 الدرج الافضل اخوه اسف طبيت فيكم يعني اخوه اصغر شيء اخوه عطني 100 يعني خمس اسنان فوق خمس اسنان تحت معقول مفرقين قلت لك اقعد مفرقين يصير ترى لا مو ارنب ترى هم ترى هم احسن من 15 مقعد ماشي ترى شلنا عنكم 100 مقعد خلاص 100 دينار ترى شلنا عنكم 100 احسن ما تفوزون 100 30 السؤال رقم 7 بقيمه 100 دينار يقول متى انضمت دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة؟ تايم. أيوة مدرسين. بس السنة ولا مع التاريخ؟ أساتذة على السنة بس. اختيارات. اختيارات. 30 دينار خصم اختيارات. 63، 62، 61. أصيع. في جامعة العربية يلا 130 أنا شايف أنا شايف في 63 والإجابة صح خصم 100 دينار يقول لك 63 خصم 100 اللي كنت قاعد تقولها صح قاعد تقولها صح 100% يعني 61 صار 100 إيه الحين انت تخصم منهم عادي مستانس لما صار منكم فجاه صرت الحمل الوديع اللي ينصر الخاطر اقصاد فواتير واجارات يلا يلا ما علي ما علي السؤال رقم 8 يقول ما هو عدد الاسابيع في الست شهور طق هنعد تايم طق هنعد
عشرج خذوا السؤال. ثبت خلص الوقت خلص أثبت ثبت 27 أسبوع إن شاء الله 26 شلون 27 إذا الشهر 4 أسابيع شهر 28 28 يوم 4 4 أسابيع الشهر أنت حاسب شهر 2 معاهم لا حاسب سنين كبيسه ولا مو كبيسه شهر لا لا شغل يا شباب لا هذه إيه أيوة بالضبط حاسب قول السنة كاملة فيها كم أسبوع 54 السؤال قبل الأخير بقيمة 100 دينار يقول في أي ولاية يقع تمثال الحرية؟ أوكي ما بلش التايم أثنينكم ضغطتوا على البز خصم 15 دينار خصم 15 دينار ونجاوب إيدكم ورا ظهركم الحين إيه ياكم سؤال سهل ها؟ إيه هذا سؤال مدفون من بين الأسئلة تايم أوكي تفضل تفضل يلا أنت ما تدري؟ نيويورك 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 والإجابة صح وأنا شايف حلقة العنان فخاف أضيع آخر سؤال طبعاً خصم 100 دينار هني ها إيه آخر سؤال يقول ما هو عدد الأصفار عند كتابة الرقم مليار إيدكم ورا ظهركم شباب أيوة ما حد بحسابه مليار شباب بلا عشان شي انا ايدي لانك تعرف تايم اوبا فار اي اي احب الفار اي انا احب الفار فار ست في شيء طالع ايه عند منو عيد عيد شويه احسن 10 صح لا لا 13 اوكي طاقه الشمال ايه لا لا اوكي فريق عشرج هم اللي اختاروا وطقوا على البز اول سألني حلو قليل هذا ما شاف المليار شرب ريال معاه بس بس, بس يقولوا لي بالبنك انه عندك مليار بس ما شفته كم صفر شباب اعطوني سبتوا على اجابه 9 والاجابه صحيحه تكفى علي خلاص طولوا ترى 100 واحد والله الاجابه صح خصم 100 دينار عنده مليار واضح انه ولا احد عنده مليار ولا واحد فينا هنا كلنا على بعض لا لا بس ما نبي نقول خوفك من العين لا لا ما نبي خوفك من العين خوفك من العين ترى صدق ترى صدق وانت كيف هلا بالحبيب كودايع برا الدير يا سيد متفائل فيها كل اسئلتك انت ما حسيت من البدايه انت من البدايه ما حسيت جاهزين شباب جاهزين اوكي خلونا نشوف بعد هذه الجوله فريق عشرج كم بقى بحسابهم من 1430 الى 855 دينار في كسر مو عاجبني 55 ما عليه لانه في مخالفه مصالحنا عليها؟ لا بعدين في مخالفة يتعلق فيها المخالفة اوكي ضحى من 1470 كم وصلوا عافور؟ 1095 برافو شباب برافو شباب برافو شباب برافو شباب 200 هين يا شباب هين يا شباب هين يا شباب الواير الواير موجود؟ لا اكيد في هذا بس الوايد موجود ترى هم يستفيد منه هم يستفيد منه يسوي منه شيء الخير وايد هو مهددني ايه مهددني وعبد الله قايل لي شيء قايل لي لا تناديني سليمان ولا تجيب طاري الواير انا سويت شيئين بس غير الاجابه حتى اجابات ما يصير شباب انا بس بطلع فاصل لان عندي مخالفات تقريبا حوالي 900 دينار اشوف اذا اقدر الشباب يفيدوني فيها وارجع 850 تخسر 900 نطلع مديونين
بالجولة الثالثة كل فريق منكم رح يجاوب على 3 أسئلة رح تكون عبارة عن 3 صور 3 فئات، شخصية مشهورة، عمل فني أو أكلة. كل مرة متسابق من الفريق رح يطلع وبتبين على الشاشة صورة بيشوفونها فريقه، وهو لازم يصيد الصورة من خلال أسئلة يسألها فريقه، وهم عاد ممنوع يجاوبون إلا بإي أو لا. شدوا حيلكم، ترك الصورة سعرها 120 دينار. على فكرة شباب، إذا خسروا 3 صور ممكن تعادلون. ممكن؟ احسب 120 360 360 اخصمها من 1095 من 1095 هذا في حال انتم حافظتوا على هذا. شلون؟ 775. شفت؟ يعني اذا خسروا 3 صور وانتم فزتوا 3 صور ممكن انتم تتأهلوا للجولة الأخيرة. زين نبي نعطي بلوك. ها يا الخاين تبون تعطون بلوك؟ اي الحرب خدعة. حرب خدعة حق سلوم. 50 دينار صدقني يشترون بلوك. منو؟ سلمون. سليمان دام بيطلع سليمان انا راح انطق بعد عادي عادي. ابو عبد الله سموحه سموحه يا ابو عبد الله. انا اقول لك انتم مو شارين حصانه شباب؟ بمن نشتريها؟ والله قلت له تو قاعد نقول له هو اللي رفض. هو قال لا ابخن طبختيه انا مالي شغل خلاص احاكيك بس مو نهدك شويه تروح تجيب الواير وتي السياره مشكله. والله العظيم اني توترت شباب. خلي احد يمسك الورا بس لا تحاتون لا تحاتون لا تحاتون. زين بهالحالة الجولة الأولى راح يلعبونها محمد درويش عبد الرحمن الجزاف كل واحد مع فريقه. عبد الرحمن جاهز؟ إن شاء الله. حياك شباب. تبون تخصمون عليه وقت بدل لا أعطيه دقيقة بعد قلة أدب قبل بدل لا أعطيه دقيقة أعطيه 30 ثانية. لا خلي يجرب هالمرة بس. يجرب هالمرة بس. شكله ضعيف بالأكل. حلوين عيل صح. عطوني الدقيقة. اسأل صاحبك تفضل. نشرب؟ لا لا صح. لا نوكل؟ ايه. خليجي؟ عربي؟ ايه. خليجي؟ ايه. على صوتك الجزاف بعدك. كويتي؟ كويتية؟ عراقية؟ إيه. فيها عيش؟ لا. ماكرونية؟ لا. فيها لحم؟ لا. دياي؟ لا. ربيان؟ لا ما فيها ربيان. تنقلي؟ إيه أقدر أقول إيه. ما كلها من قبل؟ إيه. في مطعم مشهور يبيع حلب الكويت؟ ما في. لا ما في مطعم. في سؤال مفصلي فاقد أنت للحين. إيه؟ كمل. خلص الوقت. تبي تشتري 30 ثانية زيادة ب30 دينار يمكن صاحبك يقدر يوصل حق الإجابة ولا كافي كذي؟ اشتري 30. 30 دينار يشتري 30 ثانية زيادة. كمل. شامية لك؟ لا. في كلمة مكبوس؟ لا. فيها برياني؟ لا. مرق؟ لا. سؤال مفصلي والله مفصلي. صعب بس. والله مو صعب. حار بارد؟ حار. لا. ما يصير. لا هذا سؤال إيه ولا. أرجوك خصم 15 دينار. تبي تشتري 30 ثانية؟ تبي تشتري 30 ثانية مرة ثانية 30 دينار؟ لا لا. جزاف تكفى شوف الصورة. أنت بس لو سائل سؤال ما أدري شنو السؤال. مليون لو سائل ريوق غدا أو عشاء هذا بس كانت راح توضح لك الدنيا كلها. فهمت قصدي؟ كانت راح توضح لك المسألة كلها. مشكلة تسألني عربي وما يقدر يتكلم انترناشونال كل شيء. صدق وانت قاعد تقول لها هي أكل عربي. هو كل الدول تسويها. كل الدول تسويها فعليا. حياك الجزاف. يلا معلش. يلا نروح حق درويش. حيو درويش. وحيو درويش. وحيو درويش. راح أبدأ. يا رب تبدأ. يا رب. تبون تخصمون عليه 30 ثانية ب30 دينار؟ خلينا نفكر نشوف.
راح تشوف الاكل احنا. اي ممتاز. يلا بس لازم قبل لا يبلش وقته. قبل لا يبلش. اذا شفت الاكله احبها ولا شيء؟ لا لا خل. لا تايم. ريوق؟ لا. غدا؟ اي. فيها عيش؟ اي. فيها دياي؟ لا. لحم؟ اي. مجبوس لحم؟ لا لا. بريه؟ لا بريه ما فيها لحم. لحظه الاشياء اللي تسوي مخيم فيها عيش وفيها لحم. مقلوبه؟ لا. فيها بطاط واشياء ولا بس لحم وعيش؟ لحم وعيش؟ لا. فيها شوف مجبوس لحم في لا ده مو مجبوس لحم ولا مطبق لحم ولا ما في شيء اسمه مطبق لحم. تسويها تطبخها ولا مره طبختها؟ لا. كل يوم تسويها ولا لا؟ لا. نادر؟ مندي؟ لا. قريب منه؟ لا. حروف كبير؟ لا. حروف مسلسل هدو تراهم يا ابو هدو بياكل عشاهم هدو. سهل هو يعني يعني لا ادري 15 دينار خلص ما يصير. لا 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 انا ادري ايش يقصد. خلص خلص الوقت. خلص الوقت بعد بتشترون 30 ثانيه ولا ما راح يصير ولا صعبه؟ ها انا اشوفها مش حرزانه شباب ما تصير. ارجع 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 شايف درجه صعبه يا وايد سهله. الاكله دايت ولا شيء تعال تعال تعال. هم غلطوا وقالوا عيش. اي شنو؟ شلون قلتوا له عيش؟ ياك ينوكل مع العيش. ينوكل مع العيش غير عن انه بمكوناته عيش. هو حتى لو مو قال لي العيش ما راح يعرف شنو. ركض على المعلومه. تفضل تفضل تفضل. حياك حياك حياك. شخصيات أنا أكل أحسن. كل مرة تسوي مقلوبة جاهز قايل لي أنا أكل أحسن. يلا يلا ما عليك. تفضل. تبون تخصمون عليه 30 ثانية يا شباب؟ خير وايد خير وايد. يلا أعطوني تايم. تفضل. شخصية عربية؟ إيه. خليجية؟ لا. مصرية؟ إيه. ممثل؟ لا. مغني؟ لا. لاعب؟ لا. إعلامي؟ لا. لا تغلط غلطة صاحبي. مخرج؟ تسأل أسئلة مفصلية. مخرج؟ لا. مسرح؟ لا. سينما؟ لا. برامج؟ لا. لا لاعب ولا هذا ولا إعلامي. شخصية هامة؟ لا. شخصية حقيقية؟ ايه. أصلع. تشتري 30 ثانية ب30 دينار؟ لا لأنه يبي المفصلية اللي قلت عنها هذا. ايه انت بس ركزت على انه هو ممثل. إيه؟ ما قلت ممثله مطرب. مطربه. انت ما حق اعطيك ماك فايده. انت قاعد تعطيني لو ايش كثر. انت خلاص انت ركزت على مكان واحد على وظائف قاعد. ايه ايه. الصوره اللي كانت طالعه هي صوره الفنانه نور الغندور. كنت راح تصيدها. قول ايه مسلسل على احوس بعدين شلون. انت المشكله ان السؤال المفصلي هني. إيه؟ في ان انت لازم تحدد ريال او مره. راح تروح الطيار. فهمت. فانت ركزتنا ريال ريال ريال. كل اللي قاعد تقوله مذكر. انا ناطره يقول ممثله مغنيه عشان يدزك صاحبك شوي صوب الاجابه. معلش ملياردير ناديك. مليارديرنا حياك. اجابتك صح والله صح. واللي يقول غير هالكلام هذا لا. حياك 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 حياك, حياك. ترى اذا طلعت صورته احنا راح ناشر لك علي. اوكي كذي. أوكي. اوكي شفت ترى هذه عليها 15. شفت عليها 15 اردها المفروض. يعني تقدر تقول عيل علي. شخصيه مشهوره. جاهزين؟ تايم. علي. سم مشهور ولا مشهور؟ دقيقه. شروا ب 30 دينار ان انت تحاول تصيد الشخصيه ب 30 ثانيه. اعطوني تايم 30 ثانيه. تفضل. مشهور؟ اي. عربي؟ إيه. خليجي؟ إيه. كويتي؟ إيه. قديم؟ إيه. إيه. مثل بدرب الزلق؟ إيه. لا 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 أنا غلطان. عايش ولا توفى؟ ما يصير تسأل كذي. عايش؟ إيه.
عبد الرحمن عقل؟ لا. مسرحيات مثل اكثر شيء ولا مسلسلات؟ ما يصير تسال كذي. مثل مسرحيات وايد؟ اي خلاص الوقت. قول 30 تبون 30 دينار يشترون 30 ثانيه. كمل. البلام؟ لا. طارق العلي؟ لا. كبير ولا صغير؟ كبير؟ اي اي. محمد العجيمي؟ لا. اسال. كمل اسامي. كمل. مثل مسرحيه جديده؟ اي اي. العنان؟ لا. جيرو؟ تبون تشترون 30 ثانيه؟ كم 30 ثانيه؟ 30 30 كنا عمار الخص. شلون 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 يروح عن بالك ابو حسين؟ شلون 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 يروح عن بالك ابو حسين؟ عفور 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 عبد الله وينه؟ شلون تكفى خليه. احنا حرام شلنا احنا طلعنا ابو عبد الله عشان هالموضوع. ما عرفت طلع داود حسين. يلا الحين عندك ابو حسين العزيز الغالي. مبارك للشهر، كل عام وانت بخير يا حبيبي. الحين عندك عمل فني. عمل فني اوكي. لا تبوش بالاسئله المفصليه. اي مفصليه. اوكي جابل صاحبك. تبون تخصمون 30 ثانيه ولا لا؟ يلا تايم. مسلسل؟ لا. فيلم؟ لا. مسرحيه؟ ايه. كويتيه؟ ايه. جديده؟ شباب هدوء؟ لا. قديمه؟ ايه. بطوله عبد الحسين؟ لا. طارق؟ ايه. مع العونان؟ مع عبد الناصر درويش؟ لا. مسرحية؟ ايه. حوس مسرحيات طارق العلي عدد. قبل الغزو؟ لا. كان صغير؟ هو البطولة؟ ايه. معاه يا شعيبي؟ ايه. مع الحملي؟ لا. عبد الرحمن العقل معاه؟ ايه. عندك إجابة ولا بتشتري 30 ثانية؟ اشتري 30 ثانية. 30 ثانية ب 30 دينار، كمل. معاهم مظفر؟ لا. نصيحة عدد أسامي مسرحيات. عائلة قرقيعان؟ لا. مع عبد الرحمن العقل؟ أسئلتك كلها صح وذكائك في اختيار الأسئلة المفصلية ممتاز. تبي تشتري 30 ثانية ب 30 دينار؟ تحس الموضوع يسوى ممكن تخش 120 دينار؟ المشكلة شوف حسابنا الأخير. ما أقدر. إيه عشان كذي ما يبين الحساب الحين، لأنه يخليك تحسب وتكسر، وأنا ما أبيك تحسب، مو وظيفتك، وظيفة ضحاها الفقيرة المسكينة، أشوف أوراقها، آلة حاسبة، ولابتوب، وعفستها عفسة، فها تبون ولا؟ ناخذ 30. 30 يلا. 30 دينار ثانية ب 30 ثانية، تفضل. هي شعبي معاه؟ إيه. شاب حجية؟ ايه. أجرب؟ فرحان العلي؟ ايه. البيت بيتك؟ لا. راح يأسفني إذا ما صدتها. أنت ماشي صح، ماشي صح. إيه لحظة لحظة. اللي كنت مطلقين معاهم البناي؟ معاهم البناي؟ بيتك لحظة. للأسف الحين ما تقدرون تشترون 30 ثانية، ما يصير. هي مرتين بس. عطني آخر اسم. هي مو البيت بيتك. خصم 120 دينار. عطوني الصورة. خرب 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 خرب. إيه خرب خسران خسران. إيه نصب نصب. خسران خسران.
شوف بلوك. هم الحين ترى فريقهم مشلول بدون عبد الله. والله للامانه اخترتوا البلوك المفصلي. احنا انا عجبتني، انا عجبتني كلمه مفصلي بهالحلقه، قاعد استخدمها وايد. استعمل 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 إيه إيه في شيء عادي، كل ما اقول مفصلي يصير ايداع عندي. احفز لك كل ما تقول احفز لك. احنا يمكن في شيء مفصلي راح يفصل امورنا. لاحظ ان كل ما تقول ايداع ويقول ابشر. بس هو ايه بصقر جاهز بالإيداع ولا بالجواب؟ لا بالجواب. أوكي إيداع خلها. لا لا تعالي تعالي انزلي 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 انزلي. بصيق علي البلوك سم بدون كلام بدون كلام. بيشترون 30 دينار بدون كلام. تقدرون تقدرون تدفعون 50 دينار وتردون كلامكم أو يشرح بدون كلام. هني أخصم 30 دينار. تدفع 50 دينار ترد. ندفع ندفع 50 دينار. اخصم 50 دينار رد الكلام. لانها لعبتها عاد مصقر. هذه اللي مو مذكوره بالمنيو، هذه ملوتي. مصقر عاد ال 50 ترى من جيبي ترى. بلش؟ اي من اولها منيت علي يا اخوي. مو مشكله مو مشكله. عطني تايم يلا. مسرحيه؟ يس. اوكي قديمه جديده؟ قديمه؟ قديمه. لا ما يصير يسوي لك كذي. خصم 15 دينار. يلا 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 كمل. بطولة عبد الحسين؟ لا. بطولة قبل الغزو؟ لا. اوكي. تخبو مالي؟ لا. بطولة داود حسين؟ لا. منو باقي؟ عبد الرحمن العقل؟ لا. لا جيمي؟ لا. منو باقي بعد؟ منو باقي بعد؟ يا زين مسرحنا، يا زين مسرحنا ترس فنانين. يا الله الله. البلام؟ لا. عبد الناصر درويش؟ لا. طارق العلي؟ لا. خلص الوقت. نشتري 30. 30 دينار يشترون 30 ثانية. سعد الفرج؟ لا. مسرحية أطفال؟ لا. ها؟ صدق كاتيجوري حلو كمل، مو مسرحية أطفال، مسرحية كبار. حلو. أها. مساعدات هني. مال. حتى هني. أدواتك أدواتك. لا لا والله حتى هني قبل شوي ساعات. كمل معنا. حلو. ضايعين ضايعين. صار شراح. إيه. شراح. لا. مسرحية أطفال؟ لا شلون؟ لا 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 ليش خلص خلص سويته وسويته خلطنا 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 روح ضايع هو السايز بس نفس السايز ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه شوف الاجابه راح راح يعورك قلبك لما تشوف الاجابه راح يعورك قلبك شلون صار شراح شلون؟ ايه لان راح الجزء الثاني شعيبي موجوده بالجزء الثاني ايه كانت موجوده معاهم بالسلسله يعني لا والله ام صح إيه؟ في منطق في منطق يعني سألت رعب وين عبد العزيز مسلم غانم الصالح رحمة الله عليه باسمة حمادة هيا شعيبي أنت مفضل ما تقول مسرحية رعب والمسرحية هناك تضيع المسرحيات تضيع لا والله وسائل أكثر ليش شريت شكراً عصير تايم لأن ريجي نشف بهالجولة جاهزين شباب خلونا نعرف الميزانيات إيش صار من 1095 عافور كم بقى لهم؟ يا رب مو ماينس احنا يا رب مو ماينس 570 300 عيل هني كم؟ ناقصين واحد لا نحترم اما فريق عشرج يصير بعد البرنامج ولا ايش كثر بقى لهم؟ يصير يدفع من جيبه 320 ما تكفي ماتش لهم هذه والله ما تكفي حتى اجر ما 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 تودي خلاص ليش اخذ القطيه؟ بس هدفنا نتعشى الحين مع البلوك ها؟ نتسحب ها شباب اشتقنا حق ابو عبد الله والله خليه ابو عبد الله عبد الله حياك فريقك وصل نهائي حيوا يا جماعه حيوا 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 والله كنا محتاجينه والله اي والله هلا ابو عبد الله ساك الله بالخير اسمع الكلام طق اشتقنا لك والله لا ادري السموحه يا اخوي اذا بيك تريح الوعد الوعد الخميس انا شايف ان الخميس طحنه لا مو بس الخميس انا مارو مثلا بيرد وياك ها برد وياك احسب حسابي يعني سم عيوني المركبه سلم عيوني. تم تم احنا اثنين مو واحد صابط يدك صح انا اسمع مالي شغل انا اصلا انا بعد باقي لي شغل ما خلصت للحين للحين ما قاعدين قاعدين احنا قاعدين شباب احنا قاعدين انتوا ما تاهلتوا للجوله الاخيره ولكن لانكم من ديوانيه واحده بخليكم عندي بالاستديو تشهدون على الجوله الاخيره ايش رايكم تم شو نسوي
تقعدون تشوفونها. يعني بلوك احرق قلبك احرق قلبك بلوك حسيت فيها صير تعطيهم هذول طالع احرق قلبك طقطق فيهم وانت اللي ما لا عطهم اياه شلون تستاهلون لا بعد الفاصل الجولة الأخيرة مع فريق عافور مبروك ما بغيتوا توصلون يلا هانت اخذوا نفس وحاولوا تحفظون 40 اسم دقيقة ونص وعلي رح يسأل 5 أسئلة قبل شوي قاعد أقول قوانيني صح؟ هالجولة هذه مليانة قوانيني عندي سيناريوين حق اللعب شباب أنتوا تختارون السيناريو اللي يناسبكم السيناريو الأول تختارون واحد فيكم يلعب ضدي من حيث التكافؤ 1-1 3-1 ما يصير حلوين؟ إذا فزت عليه أخذ 570 دينار كاملة إذا فاز علي أرجع لكم كل الفلوس اللي خسرتوها وتطلعون من البرنامج ب 1500 دينار كاملة أو تلعبون على المبلغ المتبقي عندكم اللي هو 570 دينار ولكن تلعبون ضد بعض شباب اللي منكم يجمع أكبر عدد للنقاط هو اللي راح يأخذ المبلغ علماً أن بالسيناريوهين اللعبة والأسئلة نفسهم ما يتغيرون 5 أسئلة تبون تشاورون شباب؟ أعطيكم دقيقة تشاورون أعطيكم دقيقة تشاورون في إمكانية أنهم يرجعون 1000 دينار 1500 دينار يردون الألف اللي مو ألف عشان أكون بعد يعني يعني أولن يعني ليش 130 وقول لي إنك مو ملياردير وأنت أنت عارفها بالملي إيه واحد يباري واحد يطلع ولا باري بعض خلينا نشوف بارون بعض كيف أبو عبد الله مو عاجبه اللي قبل شو سووا الحلقة اللي قبل ما راح أقول عشان نوع حق جمهور ما راح أقول لا ما راح أقول أنا ما راح أقول في ناس اختاروا يلعبون ضد بعض وخسروا كلهم؟ اي لان لما تلعبون ضد بعض ما يصير بالخمسة اسئلة ما حد منكم يعطيني اي اجابة على بونا تبتاخذون المبلغ وبس لازم واحد فيكم تصير عنده نقطتين على الاقل أيه. بس صفر 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 تعادل ما حد يفوز نقطة 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 تعادل ما حد يفوز نقطتين الفرق اوكي باري ضد بعض باري بعض احسن باري بعض احسن بس سؤال في احد فاز عليك؟ اي تبي تفوز عليك اليوم؟ إيه. نلعب ضد بعض. شايفينها كذي؟ ضد بعض. دوس. أي مستانس. عيال يلا. على 570 دينار. فيها باز؟ لا. أوكي. صورة راح تطلع الحين جدول في 40 اسم مطرب ومطربة شباب من الخليج. راح أعطيكم دقيقة ونص تحفظون الأسامي. بعدها راح أسأل 5 أسئلة. اللي يعرف الإجابة يرفع إيده ونبدي نحسب نقاط مع بعض حلوين؟ عطوني الصورة شباب عطوني التايم تفضلوا الله يعني فخر بصراحة بدر شعيبي عبد الله طارق بشار عزيز لويس مطرف المطرف أنا ضعيف شيخ العسلاوي حمود الخضر أنتوا عندكم الإجابات قدامكم أيه. الخمسة أسئلة ما راح تطلع من هذا الجدول إذا سألت سؤال وكانت إجابته صح باسم فنان خارج هذا الجدول لا تحسب إجابة صح لازم بس اللي موجودين عندك وايد والله همس فكري حنين عبد القادر الأحمد خميس الخميس بلقيس يعني الساحة الشبابية الخليجية تضج بالأسامي الجميلة ويا رب تكونون عاد سميعة حق هالفنانين علشان تعرفون الإجابات وين رايحة يعني عبد العزيز المعنى عبد الوهاب محمد فهد الكبيسي في أحد منهم يسمع أغاني وايد مو أنت هلا أبو عبد الله هلا فيك عرفت ليش بلوك الحين إيه عيل احفظ لا لا هني عندي الموضوع عندي
باقي لكم شباب 15 ثانية. حفظوا حفظوا كثر ما تقدرون، حفظوا كثر ما تبون. أنا الود ودي تطلعون فايزين بصراحة، ما ودي أطلع أحد خسران بهالحلقة أبداً. بس خلينا نشوف. 3 2 1 تايم. جاهزين؟ السؤال الأول يقول: من هو الفنان الذي شارك في برنامج ستار أكاديمي بموسم الأول؟ سلم. بشار الشطي. بشار الشطي والإجابة صح، نقطة. السؤال الثاني: اذكر اسمين يبدأون بحرف الشين. إذا خلص الوقت وما حد فيكم جاوب يلغى السؤال واروح حق اللي بعده. ايه عادي عادي. ايه تفضل. شمع حمدان. ايه وشيخ ال العسلاوي ولا شمع حمدان شيخ العسلاوي والإجابة صح، نقطة. السؤال الثالث: من هم الفنانين الذين قاموا بغناء ارحبوا بمناسبة كأس العالم لكرة القدم؟ تفضل. عايض. عايض. فهد الكبيسي. لا. بلقيس. لا. هلا فيكم ارحبوا يلا حيهم اقلطوا. الله يا ايام كاس العالم كانت ايام حلوه بصراحه، كنت قاعد هناك بقطر بين اهلنا بالدوحه، يعني ما حسيت بغربه 1% من كثر ما يعني والله العظيم انهم راعين واجب. يستاهلون تحيه اهل قطر، والله يستاهلون تحيه اهل قطر. ها ما حد جاوب، ما حد جاوب. تعرفون الاغنيه؟ اكيد يا ولعت كسرت الدنيا، كل الناس قاموا يغنونها. حنين، عايض، ناصر الكبيسي، اخو فهد الكبيسي. ما للحين عندي نقطه نقطه صفر، للحين ال 570 مو رايحه حق احد. السؤال الرابع يقول: من قام بتلحين اغنيه تجيني للفنان عايض؟ تايم. أنا لا شفتك قبالي، أنا لا شفتك قبالي. هلا الجزاف. ايه. سم. بجاوب غلط. بتجاوب غلط. ايه. قولي. حمد القطان. لا. تقدرون تجاوبون شباب. أنتوا الاثنين إذا واحد فيكم خذ نقطتين راح يأخذ الفلوس. أعتقد مو متأكد، ما قاعد أسمع. كان عزيز المعلم. عندي عبد العزيز لويس وعبد العزيز المعنى. اتوقع في واحد صح. وعبد الله جاوبتها صح والله. عبد العزيز المعنى. نقطتين. حاليا ال 570 من نصيبك الا اذا محمد شعيب سواك بالنقاط. واذا سوا بالنقاط شو يصير؟ تعادلون. وبعدين؟ في سؤال؟ يكون في سؤال فصال. حلوين؟ السؤال رقم 5 يقول: من هو الفنان الذي كان يطلق عليه لقب الطفل المعجزة؟ فهد السالم. فهد السالم والإجابة صح. برافو 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 برافو. أقول لك شيء، لو لاعب ضدي بروحك كان رجعت ال 1500. يلا نستانس. معلوماتك صح ومعلوماتك حلوة وجاوبت يعني سؤال واحد اللي فيه فهد الكبيسي، كنت راح أساعدك وأقول لك ناصر عن اللخبطة. 570 دينار عليكم بألف عافية، فيها فزتوا فيها شباب، عليكم بالعافية. يستاهلون تحية يستاهلون تحية يستاهلون تحية يستاهلون تحية يستاهلون تحية. شباب كلكم نورتوني، كلكم شرفتوني. حلقة وياكم والله العظيم حسيت إني أعرفكم من زمان، حسيت إني قاعد بدوانية ربعي. والله العظيم إن قدمنا حلقة استثنائية كلنا مع بعض فريقين. الله يديم المحبة والود بينكم، بعيد الوايرات وتزلغ الوايرات إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب الله يكثر المليارديرية. شباب لما أعد لثلاثة أبيكم تقولون معاي بصوت واحد اشلع، أوكي؟ عبالي عفور أشوار. لا لا عفور ماشي اشلع سهلة. لهني يا جماعة نقول لكم تصبحون على ألف خير بعد ما خلصنا حلقة فيها فريق عفور فاز بمبلغ
570 دينار، وخصيصا اللي سووا له بلوك، والحين عرفت ليش سووا له بلوك. عرفت سلمان الشطي ابو عبد الله، مشكورين وايد وما قصرتوا شباب. اللي قباكر على تلفزيون الراي في برنامج بالحفظ والصون، واحد اثنين ثلاث اشلع اشلع على اشلع، طايف يبا اطلع، وين رحت عنها اياك ما ترجع. كلنا ننتظر سامح شنو قلنا، ولا انت ما تسمع ان رحت عنها. سامح شنو قلنا، ولا انت ما تسمع. يعني شقى باكر ترى لنا لقى، ما نقدر نعوفه.